ده الكرسي بتاعه. دي الكرسي بتاعه. وفي البيت بيزحف وبره بيمشي بكرسي. هو كده. طب ما طلعتوش ليه بالكرسي فوق؟ ما هو ما لقيناش حد يشيله معاه. انا اشيل انا. الله يجازيك. تعرف تنزل لو طلع لك كرسي؟ ممكن في شباب اهو ورا التصوير. برضه وانت نازل. خلاص. احماده حبيبي عامل ايه؟ انا عرفت القصه كلها. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. الله اكبر. ايه يا عم؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ازيك يا استاذ؟ انت طلعت ازاي؟ والله الحمد لله، واحد صاحبي شال. فين هو صاحبي؟ هو وقف اهو. طب يلا انت طيب. ازيك؟ سلام. تقعد على الكرسي طيب ولا؟ تقعد هنا؟ طب تعالى اقعدي جنبينا بقى. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اقعدي هنا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ده عندك كام سنة؟ عندي 37. 37 سنة. وجاي بتقول لي بتدور على شغل او بتتفع على شغل يعني؟ مش فاهم شكلها. لا من غير احذيه وكده، تصليح احذيه وكده يعني. طب انا اوديكم مصنع تشتغلوا، او مثلا نحاول نجيب لكم مكنه في البيت وتشتغلوا بيها، ايه رايك؟ المشكله المكنه ما بتنفعش معايا، عشان عاوز رجل، المكنه كلها شغلها رجل. تشتغل بيد؟ يدوي. يدوي. وانت؟ احنا الاثنين يدوي. انا عندي رجلي دي ما فينا خالص، عندي رجلي الشمال ما بتدش عليها خالص. متجوزين بقالكم قد ايه؟ 9 سنين. 9 سنين؟ عندك كام ولد وكام بنت؟ مع بنت ولد، مصطفى ورهف. يعني انت حماده؟ بس والله انا يعني لفت نظري هي بالكاس وماسكه الكرسي، فقلت في ايه؟ بس انتوا مكافحين. الحمد لله. ما تكسفيش تخرجوا وما تعملوش. لا 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 الحمد لله، الزحمه بتاعت ربنا الحمد لله. يعني بص، ده الناس المكافحه، الناس اللي بتبقى مثلا في مشكله ويقول لك انا قاعد في البيت ومش عارف اعمل مساعدات، لا اجدع ناس اللي بيشتغلوا، صح؟ الحمد لله، طالما ربنا مدينا عجل وايد اشتغل، ما مديش ايد لحد. المصلحه قضيت النهارده ولا لسه؟ الحمد لله. والله لسه احنا لا هتقعد ان شاء الله. ربنا يستر. تكسبوا ان شاء الله كسبت. ربنا يستر. ربنا يستر ان شاء الله. خاطر حضرتك يا رب. ربنا يستر. كسبت هتعمل ايه؟ والله اول حاجه نصبر لربنا. الحمد لله طبعا. الحمد لله. انت حمد ربنا. الحمد لله. الحمد لله. احنا شعرنا وبشر الصابرين اجدع ناس، الناس تصبر. لو انت عندك اي حاجه، اي مشكله، اوعى تقعد في البيت. اتجوزوا وبيشتغلوا وبيروحوا كل حته، بتسافروا كتير. الحمد لله. بتيجوا في القاهره مثلا كم مره في الشهر؟ ممكن مرتين في الشهر. ربنا يرزقك. عشان ظروفنا يعني. بس النهارده الخميس الدنيا حر ونار وانا متزنق. الحمد لله نعمل وقت. وانت عامل ايه؟ الحمد لله. سنه كام؟ سنه تالته. تانية. عايزك تبقى تاني اول بقى. قول لابوك انا بحبك. انا بحبك. انت بتحب ابوك قوي؟ ومامتك؟ مامتك اسمها ايه؟ سوما. سوما؟ نعم. هسألك السؤال. احنا عارفين كام دقيقة اسكندراني؟ لا اسكندر الاكبر. اللي خطط الاسكندريه هو الاسكندر الاكبر. ديموكراتيس ولا اسكندر الاكبر ولا محمد علي؟ ديموكراتيس ولا اسكندر ولا محمد علي؟ ديموكراتيس. انت معاك كام النهارده؟ غلى في كام؟ معاك كام فلوس؟ ما شاء الله 200 جنيه. معاك 200 جنيه؟ بس هم اللي معايا. أنا 100 وأنت 100. اللي تعوزه يا باشا. حمادة اللي سنه 39 سنة، اللي عنده ولد وبنت ومراته سومة. أهلا بيك يا سومة. أهلا بحضرتك. هتفطروا فين النهاردة؟ إحنا ورزقنا. رزقكم واسع إن شاء الله. فعلا جبر الخواطر، فعلا النهاردة بنقول يا رب، فعلا الناس اللي بتشتغل، الاتنين بيشتغلوا نفسهم مكنة أحذية بس ما عرفوش عشان ظروف رجلهم. لكن ممكن يعملوا إيه؟ ممكن يعملوا مشروع، ممكن يحلموا. بقول لكم مبروك، بتكسبوا معانا انتوا الاثنين المكافحين، تكسبوا معانا 100,000 جنيه مبادره هديه السيد الرئيس. مبروك ليكم. الناس بره بتسقف، الناس بتسقف، الواحده بتعيط. بتعيطي ليه؟ بتعيطي ليه؟ صلى على النبي. ها الحمد لله. مبسوط؟ الحمد لله بحمد ربنا. سومة مش عارف الناس كلها بتتكلم. بتاعته ليه وعلى وش دموع اللي يا جماعه؟ لا عاوزين. احنا في نعمه والحمد لله. انت صابره ومحتسبه. وعشان خاطر العيال والله ربنا عوضنا بيهم، بس هم توهم برضه مصاريفهم كتير وبياخدوا دروس وبيحفظوا قران والدنيا الحمد لله على اللي احنا فيه. مبادره هديه السيد الرئيس ال 100,000 جنيه رايحه لحماده وسومه وولد وبنت، يعملوا مشروع يامنوا نفسيهم
ده جبر الخواطر، ده الرزق اللي جاي من عند ربنا. جيتوا القاهرة عشان تلاقوا شغل، لقيتوا شغل ولا لا؟ الحمد لله. كده ليه؟ الحمد لله. رضيت؟ الحمد لله. وانا والله الحمد لله اني شفتك. ربنا يستر معاك ويصلح حالك ان شاء الله. عاوزك تشكر ربنا، تقول الحمد لله. بحمد ربنا على الهواء بعدين. صابر. الحمد لله تعالي بتاعت ربنا، والحمد لله بحمد ربنا على اي حاجة. انت في البيت بتمشي بالكرسي او في الورشة؟ لا هو عشان بكتفه. بتبني من القعدة. يعني بتمشي كده؟ بمشي كده. حضرتك يا استاذ طارق احنا زينا اصلا بنحوش لاي حد. يعني اي مساعدة واي حد لازم اي حد يعملها لنا. ست انتوا تساعدوا نفسكم، ربنا ولا بعين. انتوا النهارده جالكوا رزق من عند ربنا والحمد لله في الصيام، والناس قالوا حر قلنا ننزل هنا. شفت المنظر الحلو وشفت القصه لما كملت، لما شفت الاسره وهي بتفرح بالهديه دي البدايه. اظن في بدايات كتيره ان شاء الله. في وسط العتمه والضلمه في باب مفتوح ياخدنا لسكه نهايتها امل وحياه، وطول ما قلوبنا عايشه وطول ما فينا الروح هنوصل يوم لكل اللي احنا نتمناه. الامل والالم نفس الحروف بكره الشايل. كما نشاهد الفائز اليوم السادس من رمضان الخميس 7 ابريل 2 من الاسكافية او يقومون بتصليح الاحذية. فازوا كل منهم او فازوا الزوج والزوجة ب100,000 جنيه. الزوج والزوجة يعانون من الاعاقة، كل منهم مصاب بشلل الاطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كما شاهدنا من المحن تأتي المنح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، مغضوب عليهم ولا الضالين. كما شاهدنا هذا هو جبر الخواطر. اثنين يعانون من شلل الأطفال، نقول لهم ولغيرهم لا تنظر إلى الابتلاء على أنه نقمة، ولا تظن أن المرض هو ابتلاء. المرض ليس شر، فرب العزة لا يخلق شرا أبدا. ارضى عن الله في جميع ما يفعله، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك. شاهدنا جبر الخواطر. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.